منظمة العفو الدولية أعلنت أنها بتجمع 1,000,000 توقيع على عريضة بتطالب بوقف إطلاق النار في غزة. إيه أهمية التحركات دي، وهل المنظمات الدولية فعلا تقدر تقوم بدور إيجابي لوقف العدوان على غزة؟ يمكن دي التفاصيل هنجاوب عليها. بكل تأكيد هيجاوبنا عليها دلوقتي الأستاذ مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير عليك يا فندم. اهلا بيك واهلا بمشاهديك، صباح الخير. اهلا بحضرتك. في البدايه، ما هي اهميه هذه التحركات؟ يعني العفو الدوليه او اطباء بلا حدود او الصحه العالميه او هيومن رايتس ووتش او الهلال الاحمر او اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وغيره من هذه المنظمات، منظمات احنا عارفين نشات داخل العالم الغربي والى حد كبير جدا لها مصداقيه عند الشارع الأوروبي بشكل كبير جدا، ومتصور أنه حديث منظمة العفو الدولية وهي تتحدث عن تجميع عدد من التوقيعات إنقاذا للهلاك والدمار الموجود داخل قطاع غزة شيء جيد في ظل موارد العالم العربي والإسلامي وفي ظل تقاعس العالم الدولي والإقليمي وفي ظل ما نراه من هلاك ودمار طال المشافي والكنائس والمساجد وغيره من الأماكن داخل قطاع غزة. طيب، نقدر نعول على المنظمات الأممية بوقف إطلاق النار، ولا الضمير الدولي في ذمة الله؟ يعني هل في خطوة منظمة تقدر تقوم بيها، منظمة العفو الدولية، ويكون ليها صدى أكتر على أرض الواقع؟ لا، ما تتعشميش قوي في الكلام ده، لكن تقدري تقولي انك انت بتكسبي ارضيه تعاطف على النطاق الدولي والنطاق الاقليمي، لان لما يجي مفوض عام الانروا يتحدث بانه المواطن الفلسطيني بيستشعر بانه العالم تخلى عنه وخصوصا العرب والمسلمين، فانت بتتحدثي عن واقع دولي مهين للغايه. النهارده وامبارح بيتكلم المستشار الالماني وبيقول مش عايزين نوقف اطلاق النار عشان حماس ما تبداش تتعافى، وانت امام حاله عربيه واسلاميه مزريه للغايه. فالامل الوحيد هذه النداءات اللي بدات تخرج من ضمير انساني. إذا كنت بقى بتتكلمي عن المنظمات اللي أنا أشرت معاك إليها، وهي منظمات معظمها بالمناسبة عامل وبيشتغل داخل قطاع غزة، وكثير من الاستغاثات خرجت من خلاله. ارجعي إلى حديث المسؤولين عن أطباء بلا حدود أو الصحة العالمية أو اليونيسيف أو الأنروا أو غيره من هذه المنظمات، اللي إلى حد كبير جدا أرسلت استغاثات بأنه الأطفال والنساء تموت وأنه عمليات جراحية. هناك استهداف لطواقمها هم بأنفسهم كمان، هم عندهم يعني خسائر بشرية كبيرة جدا، يعني في الأطقم الطبية العاملة وفي الأطقم المساعدة كمان والداعمة لأشقائنا في غزة. وصحيح، وده اللي خلى طبيب فلسطيني اسمه باسل مهدي قبل استشهاده مباشرة، والراجل بذل جهد كبير جدا داخل قطاع غزة وفي الكثير من المشافي، وهو يتحدث قبل استشهاده ما من أحد هيموت ناقص عمر، ولكن هناك أناس هيموتوا ناقص كرامة وناقص إنسانية وناقص مبدأ. خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله. يعني الراجل يتحدث بمرارة عن واقع مؤلم داخل قطاع غزة، ناهيكي عن الكثير من المنظمات الدولية اللي بدأت تستشعر وتحيي ضميرها بدرجة كبيرة جدا، وحتى داخل إسرائيل. وما تتفاجئيش ان قنصل إسرائيل في نيويورك بيستقيل وبيقول انا ما عادش في امكاني ان انا استمر في تمثيل حكومه بهذا التطرف وبهذا الاجرام في الداخل الاسرائيلي في ظل هذا المواد وهذا التقاعس العربي والاسلامي. طيب استاذ مختار، حضرتك قلت ان هذه المنظمات نشات في دول اوروبيه وغربيه وتتمتع بمصداقيه في الشارع بالنسبه للمواطنين هناك. ماذا يمكن ان تفعل هذه المنظمات بموقفها في دعم المظاهرات التي تخرج في الشارع رفضا لما يفعله رؤساء هذه الدول، وزي ما حضرتك ذكرت بعض التصريحات اللي بترفض رفضا باتا لوقف اطلاق النار؟
يعني خليني اقول لك، انت شوف الشارع الغربي والشارع الاوروبي شكله ايه وبيعمل ايه. يعني الشارع الغربي والشارع الاوروبي منتفض للغايه، وانا متصور انه بيلعب دور اساسي في توجهات حكومات الكثير جدا من دول العالم الغربي. الرئيس الفرنسي الذي اتى الى اسرائيل وتحدث عن تكوين تحالف دولي لمجابهه حماس على غرار داعش، النهارده بيتحدث انه ما تستهدفه اسرائيل من قتل للاطفال والنساء وللكبار امر غير لائق انسانيا، وده شكل من اشكال التحول. شفنا مسؤولين في بلجيكا بداوا يتحدثوا حديث منصف للغايه مع المقاومه الفلسطينيه ومع هذا الكفاح الفلسطيني. شفنا قبل كل ده انطونيو غوتريتش السكرتير العام للامم المتحده وهو يتحدث ان ما فعلته المقاومه الفلسطينيه في 7 اكتوبر لم ياتي من فراغ، وانما لمظالم تاريخيه تعدت ال 56 سنه. الشارع الغربي له تاثير، لانك انت تتحدث عن حكومات ديمقراطيه، تاثير الشارع فيها يسقط حكومه وياتي بحكومه اخرى. حتى في الداخل الاسرائيلي هناك قلق ورعب من نتنياهو واعضاء حكومته من حساب عسير سوف ياتي اليهم بعد انتهاء هذه المعارك، وده سر هذا الطغيان الكبير اللي احنا بنشوفه من نتنياهو وساموتريتش وايتمار بن غفير وريه درعي وغالنت. هؤلاء المجرمين اللي بيرتكبوا جرائم يشيب لها الولدان داخل قطاع غزه، مش منظمات دوليه بس بتتحدث بشانها. هل نقدر نامن ونرتكز على ضغوط الشارع على حكومتها؟ يعني هل نقدر نامن وجود، اذا ما تم طرح التصويت، وجود فيتو جديد على وقف اطلاق النار؟ ما نقدرش يعني نعول على ضغط الشارع على حكوماته. مالي في صحوة عربية إسلامية؟ مالي في يعني حياة بعد موات؟ مالي في حالة عربية تتنظر عليها الكثير من الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية؟ نأمل في ده، لأن التعويل على المجتمع الدولي والإقليمي ما تعوليش عليه كثير حتى وإن هبت الشعوب الغربية. لكن اسأل السؤال الوجيه، أين الموقف العربي وأين الموقف الإسلامي فيما يحدث من دمار وهلاك ومطاردة ل 2,300,000 نسمة، أطفال تقتل ونساء تبات وعويل تحت الأنقاض لا يستطيع أحد أن ينقذهم. إسرائيل امبارح بتتحدث إنها عايزة تمد مستشفى الشفاء ب 300 لتر من السولار في وقت عجز فيه العالم العربي عن إنه يدخل بشاحنة سولار إلى داخل قطاع غزة. هو ده الأمل، الأمل في الصحوة العربية والإسلامية من وجهة نظري. اوعى تروحي للمجتمع الأجنبي حتى وإن كان صادقا معاكي، لأنه هو متعاطف بحكم الإنسانية وبحكم الضمير الإنساني وبحكم أمور كثيرة جدا. لكن العجب العجاب هو ما نراه في الحالة العربية والإسلامية من وجهة نظر. شكرا جزيلا أستاذ مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.